عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جاء الربيع عم سرور، هذه فراشة فوق الزهور. جاء الربيع عم سرور، هذه فراشة فوق الزهور. تحبوا الفراشات؟ تحبوا الزهور؟ النحل كذلك، النحل يعطينا العسل. العسل، تغنوا كم معايا؟ الربيع. جاء الربيع عم السرور، أي صفحة؟ هذه فراشة كم؟ 25. برافو، صفحة 25 اللي عندهم الكتب. جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. يلا معايا. جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. أفضل الفصول الخير في يداه، نطير فرحا لما نراه. أفضل الفصول الخير في يداه، نطير فرحا لما نراه. جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. الكل فرح حل الربيع، بحر بهيج يغشى الجميع. الكل فرح حل الربيع، بحر بهيج يغشى الجميع. جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. بان الزهر وسط الكروم، حل الأمل بعد الهموم. بان الزهر وسط الكروم، حل الأمل. جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. جاء الربيع عم السرور،
الربيع بحل وبهاء، عاد الزهر وفاح شداه. جاء الربيع بحل وبهاء وعاد الزهر وفاح شداه. برافو 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 برافو. وفاح شذاه الربيع أفضل الفصول، الخير في يداه. أحبائي، فصل الربيع فصل جميل، ولكن علاش غنيت أغنية الربيع وإحنا في فصل الشتاء؟ لأن الجو ربيعي. شوفوا ربي سبحانه وتعالى كيفاش في هذا أول يوم من شهر يناير، شوفوا الجو كيفاش نراه. على بالكم باللي في هذه الجولة اللي درناها كامل، احنا دائما نديروا المباشر على صفحة عمو يزيد، اللي هي عمو يزيد الصفحة الرسمية. كي نديروا المباشر يكونوا معنا ناس من الخارج، خارج الوطن، من أوروبا ولا من أمريكا، ولا يقول لك هل صحيح أن هذا الحفل راهو مباشر؟ يعني مش حفل درتوه في الصيف ولا في الربيع؟ نقول لهم لا لا، هذا الحفل مباشر، وهذه الجزائر، وما أدراك ما الجزائر، الوطن الوحيد اللي في هذه الفترة شوفوا الشمس تاع ربي سبحانه وتعالى والجو كيفاش راه يا أطفال. إذن وطننا، وطننا يحب، يحب يا أحبائي، والناس كامل تغير منه. إحنا اللي نبنيو بلادنا إن شاء الله يا أحبائي. إذن شكون يقدر يقول لي مدينة متليلي، مدينة متليلي تحدها ولاية، تحدها ولاية مجاورة؟ قولوا لي اسم الولاية واسم المدينة المجاورة. تحدها ولاية، تعطولي اسم الولاية. شوف الشطرة هذه، واسمك بنتي؟ مصطفى نفيسة. واسمك؟ مصطفى نفيسة. نفيسة، الله يبارك بنتي. شحال في عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين، شاطرة في الدراسة؟ نعم. شحال جبتي معدل؟ 8.59. واو، تصفيق عليها، تصفيق عليها. عمو يزيد يحب اللي يقراو مليح. 8.59. إذا ما هي الولاية التي تحد مدينة متليلي؟ مدينة متليلي متواجدة في ولاية غردايا، كاين ولاية مجاورة تحد مدينة متليلي، واش هي؟ غردايا. لا لا، متليلي متواجدة في غردايا، كاين ولاية تحد مدينة متليلي. شوف الشطرة هذه، واسمك بنتي؟ مصطفى زبيدة. أختك هذه؟ ابنة عمي. بنت عمك، راكم جيتوا تتحاماوا اليوم. الله يبارك. شحال في عمرك بنتي؟ 10 سنين. 10 سنين. ما هي الولاية اللي تحد مدينة متليلي؟ ولاية ورقلة. لا لا، شوف الشطرة هذيك، واسمك بنتي؟ قريدة هاجر. هاجر، الله يبارك. شحال في عمرك بنتي؟ 13 سنة. 13 سنة، قريتي مليح؟ لاباس. لاباس، لا 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 لا، ما نحبوش لاباس، نحبو اللي يقرا مليح. معليش بنتي، معليش، ولكن توعدي عمو يزيد والأولياء تاعك بلي المرة الجاية كي نعاود نرجع، كي نسقسيك تقولي لي قريت مليح، ماشي لاباس يا أخي. إن شاء الله. إن شاء الله. واش هي الولاية اللي تحد مدينة متليلي؟ ولاية البيض. ولاية البيض، واش هي المدينة القريبة؟ مدينة ورقلة. لا 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 لا، قولوا لها. يلا تعالي تعالي، معلش ما نصعبوش عليك بزاف. إذن أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها. إذن بنتي شيبس مهبول، راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. إن شاء الله. والمرة الجاية المعدل تاعك على بالك ولا؟ راح نسقسي عليك مباشرة، غير تدخل متليلي نسقسي عليك، نقول لهم وين راهي؟ يا أخي بنتي، إن شاء الله ربي يوفقك بنتي. أحبائي، معنا اليوم مفاجأة، تعالوا 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 تعالوا، معنا مفاجأة، عندنا ضيوف، ضيوف جونا اليوم، جونا من بعيد. تعالوا، يلا انتيا انتيا شيف دو جروب، يلا. إذن بنتي هضري معهم، قولي لهم من جيتو وشكون انتوما واش ديروا، يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. حنايا جينا من ولاية بجاية، حنايا جمعية صوت الطفل لولاية بجاية، حيث أنها جمعية خيرية
أسست في 12 جوان 2014 تساعد تهتم بمحافظة على حقوق الطفل وتعمل كذلك في المستوى الاجتماعي فتساعد الأطفال ماديا ومعنويا. إذا جيتوا في زيارة ولا جيتوا مخصوص للحفل ولا؟ جينا في زيارة أولا وطحت هذه الحفلة، شكرا على الضيافة أولا في هذه الحفلة، فسمعنا بكم وجينا لهنا الحمد لله جينا و... جميل جميل. إذا جمعية صوت الطفل لولاية بجاية، تحية تحية تحية. شكرا شكرا، تفضلوا تفضلوا. شكرا 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 على الزيارة. شكرا شكرا. اللي ما يديرش الواجبات تاعو وتتراكم عليه ومن بعد يعود ما يحبش يروح يقرا، واش نقولوا له حنا؟ ويلاتي يا ويلاتي لم اقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي باشد العقاب. ويلاتي كمل كمل. ويلاتي يا ويلاتي. أشد العقاب. بصح كامل تغنوا معايا ويلتي يا أخي. يلا ويلتي يا ويلتي. وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. برافو. إذا من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي
وتلميذة المجتهدة يفرح أمي وأبي. برافو. وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. يا أحبائي حذاري من تراكم الواجبات. حذاري حذاري حذاري. لازم الواجبات تندار في وقتها في يومها. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد ففي الغد عمل آخر. يا أحبائي يا أخي هذا وعد، هذا وعد على الواجبات. برافو 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 أحبائي. كاين أغنية على الأسرة أنا شخصيا نحبها جدا جدا جدا. أي صفحة أسرتي؟ أسرتي كم؟ 19. صفحة 19. أسرتي لما نلتم فيها، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخوتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخوتي ما أحلاهم. برافو. إذن أسرتي لما نلتم فيها، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخوتي ما أحلاهم. صفحة 19. يلا تغنوا كامل معايا. أسرتي لما نلتم. أسرتي لما نلتم فيها، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخوتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخوتي ما أحلاهم. أمي نورتي دربي يا أحلى ما في الدنيا، حبك ساكن لي قلبي ساكن روحي وعيني. أمي نورتي دربي يا أحلى ما في الدنيا، حبك ساكن لي قلبي ساكن روحي وعيني. أسرتي لما نلتم فيها، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم. بابا يا أغلى الآباء حياتي تحليها، لما ترجع في المساء هي الدنيا وما فيها. بابا يا أغلى الآباء حياتي تحليها، لما ترجع في المساء هي الدنيا وما فيها. أسرتي لما نلتم فيها، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم. إخواتي يا هنايا معاهم أحلى لما، لما يكونوا معايا ما تغيب الفرحة يوما. إخواتي يا هنايا معاهم أحلى لما، لما يكونوا معايا ما تغيب الفرحة يوما. أسرتي لما نلتم فيها، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم. الله يجمعنا يا رب في الدنيا ويهنينا، يا ربي ويلم الشمل ويرعانا ويحمينا. الله يجمعنا يا رب في الدنيا ويهنينا، يا ربي ويلم الشمل ويرعانا ويحمينا. برافو. ويرعانا ويحمينا يا رب، إن شاء الله يلم الشمل يرعانا ويحمينا.
جتني هدية. تحبوا الهدايا؟ عمو يزيد تاني يحب الهدية. ما على باليش كل ما على بالناش كل اعطاها لي، ولكن الهدية وصلت إلى القلب، والله شيء يشرفني، وراح نحتفظ بها في أحلى مكان كما يقول عمو يزيد. شكرا شكرا شكرا. أعطيلي أعطيلي كذلك. هذه شهادة تكريم من عند جمعية شباب الفتح الثقافية بالمنصورة. جميل 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 جدا. إذن باسمكم نتلقى هذه الشهادة الشرفية، شهادة التكريم هذه لنعتز بها. شكرا 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 أحبائي. شكرا شكرا. جميل جميل جميل. أحبائي هذا الوقت تاع العطلة والاستجمام والراحة مع الأهل وكامل، نغنوا أغنية العطلة. بذلنا جهدا ودرسنا، بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة، وها نحن اليوم في عطلة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهوا لعبا. أحبائي العطلة جميلة والراحة أجمل، ولكن ما تنسوش ما تنسوش المطالعة، ما تنسوش تنظيم الوقت، ما تنسوش في العطلة الإنسان يقدر يتعلم ثقافة عامة، يقدر يتعلم يطلع الكتب. نغنوا مع بعض. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. يلا. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة، وها نحن اليوم في عطلة. جاءت العطلة جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقات سعيدة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقات سعيدة، نمضي أوقات سعيدة. جاءت العطلة جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهوا لعبا. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهوا لعبا، لا أمضيه لهوا لعبا. جاءت العطلة جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة، وها نحن اليوم في عطلة. شكرا شكرا أحبائي. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا،
أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا لعبا. يا أحبائي، التلميذ الحادق هو اللي يعرف يوجع، هو اللي يعرف يقسم وقته ما بين الجد واللهو. أحبائي، يجب تنظيم الوقت، مهم جدا جدا جدا. عمو يزيد لكم أغنية الاحترام. في هذه الأغنية الطفل يتساءل، يسأل الوالد نتاعه، يقول يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. أي صفحة؟ 9؟ صفحة 9. واش يجاوب الوالد تاعه؟ يقول له لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. هذا الولد، هذا ولد ولا البنت، إلا ما قلتلوش لما تخرج في الحي ما ترفعش صوتك، وقتاش راح يتعلمها؟ ويقول له كذلك يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. بعد واش يقول له؟ لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. أحبائي، وبعد يقول له يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يقول له لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. أحبائي، علموا أولادكم يطرقون الأبواب، لازم الطفل يطرق الباب حتى في البيت وهو داخل على غرفة الأب ولا الأخت ولا الأخ ولا داخل البيت من الباب، لازم يطرق الأبواب ويلقي السلام. يا أخي أحبائي، تغنوا كامل معايا يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يلا معايا. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه
شكرا 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 أحبائي، حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. الاحترام مهم يا أحبائي، الاحترام هو أساس المجتمع، أساس المجتمع. شكون يقدر يقول لي محمد شوف أصدقائي هنا، شكون يقدر يقول لي وقتاش عيد الشرطة في الجزائر؟ يلا عيد الشرطة، عيد الشرطة في الجزائر. لا 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 ما تسقسوش عوان الأمن، لا 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 ما تسقسوش شرطي المرور، لا لا. لا لا مش 16 أفريل، لا 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 خلاص راي جاوبت على السؤال. يلا عاودي ذكرنا باسمك بنتي. بنقومار فاطمة الزهرة. فاطمة الزهرة شحال في عمرك فاطمة الزهرة؟ 13 سنة. الله يبارك. وقتاش عيد الشرطة في الجزائر؟ 22 جويلية. برافو، تعالي 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 اعطيني الميكرو. 22 جويلية، برافو 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 برافو. إذن واش ولدي؟ جاوبت على السؤال. راح نسمعوا لها دركا، لازم تعلموا تسمعوا للغير يا اخي. يلا اذا بنتي فاطمه الزهره شحال جبتي معدل بنتي؟ 15. الله يبارك، برافو بنتي برافو. اعطي الهديه تاعها، اعطي الهديه تاعها. شكرا شكرا. اذا فاطمه الزهره بنتي عمو يزيد ورامي راعي هذا البرنامج، راعي حصه مع عمو يزيد، يعطيك هذه الهديه ان شاء الله تستفادي بها. شكرا عمو يزيد، اول نرحب بك لانك جيتنا بمدينه الشعامبه، ونرحب كامل المحاضرين ونشكرك. شكرا بنتي شكرا، تقدري تبقي معنا. شكرا بنتي شكرا شكرا. عيد الشرطه 22 جويلية اي سنه؟ اي سنه؟ 1962 مباشرة بعد الاستقلال. علاش سألتكم على عيد الشرطة؟ أحبائي كاين حاجة مهمة جدا، الشرطي ولا الدركي ولا عناصر الجيش الوطني ولا رجال الحماية المدنية، لازم تكون عندنا قناعة تامة باللي هاد الأفراد هادو راهم خوتنا. علاش؟ لأنه ممكن يكون خوك، ممكن يكون وليد عمك وليد خالتك، ممكن يقول جاركم، يعني هاد الأفراد جايين من مجتمع، لذا يجب تقدير الدور اللي قوموا به. في هذه الأغنية عمو يزيد يقول أنا 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 شرطي المرور كلي 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 بهجة وسرور. أنا 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 شرطي المرور كلي 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 بهجة وسرور. يلا معايا كامل، أنا شرطي المرور. أنا 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 شرطي المرور كلي 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 بهجة وسرور. أنا 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 شرطي المرور كلي 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 بهجة وسرور. أراقب العبور وساعد الغير مبتسم صبور. أنظم السير أراقب العبور وساعد الغير مبتسم صبور. أنا 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 شرطي المرور كلي 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 بهجة وسرور. أحارب الإجرام وخفف الزحام وساعد الأطفال شجاع مقدام. أحارب الإجرام
أخفف الزحام أساعد الأطفال شجاع المقدام. أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور. أحفظ النظام أحارب الخيانة وأضمن الأمان. أصون الأمانة أحفظ النظام أحارب الخيانة وأضمن الأمان. أنا شرطي المرور كلي أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور. أنظم السير أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور. أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور. أنا شرطي المرور أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور. برافو تحية تقدير وإجلال للشرطة وللدرك الوطني عناصر الجيش الوطني وعناصر الحماية المدنية. حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. شكرا لطاقم عمو يزيد، وأنا أحب عمو يزيد كثيرا. أشكر طاقم عمو يزيد على المبادرة اللي قاموا بها في هذا الحي، وأشكر عمو الذي فرح كل الأولاد. أشكر طاقم عمو يزيد كثيرا لأنه فرح أطفال مدينة متليلي شعانبة، وأنا أحبه كثيرا لأنه يحب أطفالنا وصوته جميل جدا. نشكر عمي يزيد ونشكر كل جمعية التي ساعدت عوها على هذه المهمة. شكرا لكم. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات كل الحصص كل الحفلات وأكثر.